عنا برامبام اشترينا باخر فتره الروبوت لعمليه استبدال الركبه الاكثر تقدما بالعالم والاجدد واللي بخلينا نعطي خدمه للمعالجين اللي بيجوا عنا اللي بحاجه لعمليه استبدال الركبه بسبب تاكل الغضروف والاوجاع اللي عندهن اللي نقدر نعمل العمليه بدقه عاليه اللي تسمح للبني ادم اللي بيعمل العمليه يرجع لحياته الطبيعيه مع امكانيه تاهيل سريع بسبب الدقه والمبنى العمليه اللي يكون خاص فيه بشكل ذاتي. اليوم كل عمليات استبدال الركبه عم تتوجه تجاه استبدال المخصص للمعالج اللي بمرق العمليه. مش كل البني ادمين بيعملوا نفس العمليه، انما العمليه عن طريق الروبوت بتخلينا نقدر نعمل العمليه بشكل دقيق ومخصص للمعالج الخاص.